لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل الحديث حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نجوم الهدى لمن اقتدى، كما عنونا لهذه الأحاديث. نعيش مع هذا الجيل ومع هؤلاء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى ربهم سبحانه وتعالى عليهم، وكان من بين ما أثنى عليهم أن قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة، وعد الله الذين آمنوا منهم مغفرة وأجرا عظيما. فنعيش اليوم مع رجل من هؤلاء رضوان الله عليهم، نعيش مع قرين رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ شبابه، نعيش مع رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم والأول من أصحابه، نعيش مع من أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر من صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش مع رفيقه في الدار ورفيقه في الغار ورفيقه في القبر ودار القرار بإذن الله، نعيش مع أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعيش مع أحسن الناس بعد الأنبياء والمرسلين، نعيش مع سيد الصحابة وسيد المؤمنين، نعيش مع أحد العشرة المبشرين، بل هو أفضل العشرة المبشرين، نعيش مع صديق الأمة، إنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ذلك الجبل العظيم في الإيمان والبذل والإنفاق والزهد وغير ذلك مما سيأتي في سيرته، ذلك الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. نعيش مع من حبهم دين وإيمان. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: كان السلف رحمهم الله يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن. إنه أبو بكر صديق الأمة وأعظم رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أبو بكر الذي امتلأت سيرتهم بالجوانب الكثيرة والتي ستحوجنا إلى أن نتسلسل بالحديث، فإن جوانب سيرة أبي بكر العظيمة كثيرة تحتاج إلى وقفات وتحتاج إلى أحاديث كثيرة، ولذلك فإننا بإذن الله تعالى سنتناول سيرة أول رجل من الصحابة وسيرة أفضل رجل من الصحابة، وكذلك سيرة من يأتي من الصحابة الكبار العظام في سلسلة أحاديث. نقف في كل مرة على جانب أو جزء من سيرتهم، ثم
نختم بوقفات مع هذا الجزء لنتعلم ولنأخذ الدروس والعبر من سيرة هؤلاء رضوان الله عليهم، فهم النجوم حقا، وهم أهل الاقتداء حقا لمن أراد أن يقتدي، فهم الذين قال الله عز وجل فيهم فبهداه مقتده، وهم داخلون في الآية إما مباشرة وإما ضمنا. واليوم بإذن الله تعالى نقف مع جانبين من سيرة أبي بكر، ثم نختم بوقفات حول هذين الجانبين. أما الجانب الأول فهو نسبه ونشأته، وأما الجانب الثاني فهو إسلامه وأبرز أعماله بعد إسلامه. فأما الأول كما أشرنا وهو نشأته ونسبه، فإننا نتناول فيه الجانب الاجتماعي والجانب الديني قبل الإسلام في شخصية أبي بكر رضي الله عنه. فمن هو أبو بكر؟ أبو بكر رضي الله عنه من جهة النسب هو عبد الله ابن أبي قحافة التيمي القرشي، الذي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده السادس كعب بن مرة، فهو من أشراف مكة ومن أشراف قريش، واسمه عبد الله وقيل كذلك عتيق. وأما أبو بكر فهي كنيته كما هي عادة العرب، فكانوا يتكنون، ولو لم يكن للإنسان ولد فكانت هذه كنيته. أما هو فهو عبد الله أو عتيق على ما ذكر كذلك أهل السير. كان أبو بكر رضي الله عنه قد ولد بعد عام الفيل بسنتين أو سنتين وستة أشهر، وهي مدة الفارق العمري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، فكان أبو بكر يصغر النبي صلى الله عليه وسلم بنحو سنتين أو سنتين وستة أشهر. كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أبيض اللون نحيف الجسد رضي الله عنه، يسقط إزاره من نحافته وشدة نحافته رضي الله عنه وأرضاه، رقيقا أسيفا إذا قرأ أو سمع القرآن. كان أبو بكر رضي الله عنه من الجهة الاجتماعية تاجر من أغنياء مكة، وكان من أشرافها، وكان الناس من أهل مكة ومن قومه يألفونه ويحبونه ويأتون إليه يسألونه في غير أمر من أمورهم، فقد كان من أعلم الناس بالأنساب، وكذلك كان حسن الخلق طيب المجلس، فكان شرفاء قريش جميعا يحبونه ويحبون الجلوس إليه، وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم منذ الصغر، فكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الجانب الديني فإن أبا بكر رضي الله عنه من الأشخاص الذين لم يتدنسوا بدنس الشرك والجاهلية في الجاهلية، فكان أبو بكر رضي الله عنه نقي الفطرة على فطرته، لم يتدنس بشرك الجاهلية بل ولا معاصي وفواحش الجاهلية، فكان من أعف الناس. وكان رضي الله عنه قبل الإسلام لا يسجد لصنم أبدا ولا يشرب الخمر. سئل رضي الله عنه عن شرب الخمر، قيل له أشربت الخمر قبل الإسلام؟ قال أعوذ بالله. فقيل له ولم؟ قال أحفظ وأصون عرضي ومرؤتي، فإن الذي يشرب الخمر يضيع عرضه ومرؤته. وقال رضي الله عنه يوما لم أسجد لصنم قط، لم يسجد لصنم رضي الله عنه أبدا كما كان أهل الجاهلية يفعلون. ثم ذكر كذلك من أسباب نقاء فطرته وعوامل ذلك
يقول: ناهزت الحلم فأخذني والدي أبو قحافة إلى مكان فيه أصنام، أي شيء كالمعبد أو كالحجرة التي خصصها في بيته ووضع فيها أصنام الآلهة التي يعبدونها. قال: فأدخلني عليها وقال: هذه آلهتك وآلهة آبائك الشم العوالي. قال: ثم خلى عني وذهب. قال: فجعلت أنظر إليها، فجئت إلى صنم كبير منها وقلت له: إني جائع فأطعمني. قال: فلم يجبني. فجئته مرة أخرى وقلت له: إني عطشان فاسقني. قال: فلم يجبني. فقلت له: إني جوعان فأطعمني. قال: فلم يجبني. قال: فأخذت صخرة فألقيتها عليه فانطرح على وجهه. فطهره الله عز وجل من صغره من دنس الشرك ومعاصي الجاهلية والخمر والفواحش التي كانت تنتشر في العرب يومئذ. فنشأ أبو بكر رضي الله عنه نشأة طيبة طاهرة ساعدته كثيرا أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول. وهذا الذي يأخذنا إلى الجزء الثاني من سيرته في حديثنا اليوم، ألا وهو إسلامه وأبرز أعماله بعد إسلامه. كان أبو بكر أول من أسلم من الرجال، وكان ذلك بصداقته أو بسبب صداقته وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فقد كان قرينا للنبي صلى الله عليه وسلم صاحبا له. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. ولذلك لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في أول يوم من بعثته، عرض الإسلام على أبي بكر، لم يتردد أبو بكر ولم ينظر أبو بكر في أمره ونحو ذلك كما كان بعض الناس يفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عرضت الإسلام على أحد إلا تردد ونظر ووقف إلا أبا بكر، أو خلى أبا بكر فما عكم عنه ولا تردد ولا نظر، ما إن قال له: إن الله بعثني وإني نبي للعالمين. ما أن قال ذلك له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: آمنت بذلك وأشهد أنك رسول الله. وذلك لقربه منه وعظيم صحبته التي كانت تريه من النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الخلق والصدق والأمانة التي تحول بينه وبين أن يكذب على الناس، فضلا أن يكذب على الله عز وجل. لذلك كان أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأول من آمن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فأسلم. وهنا لابد أن نشير إلى أبرز أعماله بعد إسلامه. إن أبا بكر رضي الله عنه ما إن أسلم وخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه إلا وانطلق يدعو إلى الإسلام. إن أبا بكر خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتظر حتى يرجع إلى بيته، إنما ظل يبحث عن من يثق فيه من أصحابه ومن يثق فيهم من الناس ليخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخبره أن الدعوة سرا، وإلا فإن قريشا ربما تقضي على الدعوة في أول مهدها لو ظهرت. ولذلك ظلت الدعوة الإسلامية 3 سنوات سرا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. فكان أبو بكر في أول يوم من إسلامه قام بأبرز أعماله. فقام أبو بكر وخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى بعض من يثق فيه،
فأسلم على يديه في ذلك اليوم 6 نفر. وستة نفر عباد الله ليسوا كعامة الناس، إنما 6 نفر هم من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 6 نفر من 10 المبشرين بالجنة. آمن بدعوة أبي بكر في أول يوم عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام. آمن هؤلاء 6 وصحبهم أبو بكر وتوجه بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والقرآن فآمنوا، فكانت أول أعمال أبي بكر بعد 1 ساعة من إسلامه أن آمن بدعوته 6 نفر، وهم 6 من 10 المبشرين بالجنة. ومن أبرز أعمال أبي بكر رضي الله عنه بعد إسلامه مباشرة أنه جعل ينظر في أحوال المسلمين الذين يدخلون في الإسلام، لا سيما بعدما بدأت أخبار الدعوة الإسلامية تتسرب إلى المشركين، وبدأ المشركون يضطهدون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المستضعفين العبيد والرقيق، فكانوا يضطهدونهم أشد الاضطهاد، وذلك أنهم اتفقوا فيما بينهم أن يقصد كل سيد من سادات قريش إلى العبيد الذين عندهم في بيوتهم وقبائلهم وقد أسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذوهم إلى العذاب المهين، وإلا أن يأخذوهم إلى العذاب المهين لكي يرجعوا عن دينهم، وإلا زادوهم العذاب فوق العذاب. وهكذا أخذت قريش العبيدة والمستضعفين وصاروا يعذبونهم في بطحاء مكة، أي في صحراء مكة وفي حر الظهيرة، ولكن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يمر عليه هذا المشهد مرور الكرام. مر أبو بكر بهم فوجد المسلمين المستضعفين يعذبون، فما سكت أبو بكر، بل قام أبو بكر وجاء إلى ساداتهم وجعل يعرض عليهم أمر شراء هؤلاء العبيد. فقد مر يوما وعتبة بن ربيعة يعذب بلال بن رباح رضي الله عنه ويشتد عليه في العذاب، وبلال رضي الله عنه يردد كلمة واحدة: أحد 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 أحد، وهم يراودونه على أن ينطق كلمة ثناء واحدة في حق آلهتهم، هو يقول أحد أحد، ويزدادون عليه في العذاب حتى وضعوا على صدره صخرة عظيمة في شدة الحر، وجعلوا يضربونه ويؤذونه أشد الإيذاء. فلما مر أبو بكر به قال له: ألا تتقي الله في هذا الضعيف المسكين؟ فقال له هذا المجرم: أنت الذي أفسدته وصاحبك، فإن شئت فاشتريه وخلصه مما هو فيه. قال: أفعل. فاشتراه 7 أواق من الذهب وأعتق رضي الله عنه بلالا وخلصه من العذاب، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يخلون لبلال في الإسلام كلما رأوهم يقولون: يا سيدنا وعتيق سيدنا. فكان بلال عتيق أبي بكر، ولم يكن هذا في حق بلال وحده، بل انطلق أبو بكر رضي الله عنه يمر على مواضع التعذيب في مكة ويعرض على ساداتها أن يشتري العبيد الذين يعذبونه ويعتقهم في الله عز وجل. فأعتق أبو بكر رضي الله عنه في أيام قليلة 6 من العبيد يعذبون، كما قال عروة رضي الله عنه: أسلم أبو بكر وله 40,000 أوقية
40,000 دينار. قال: فأعتق بها في سبيل الله المستضعفين. أعتق بلالا وعامر بن فهيرة وزنيرة والنهدية وابنتها وأم عبيس رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء عبيد أعتقهم أبو بكر، أنفق في ذلك 40,000 أو من سواء من الذهب أو من الفضة، فكان ذلك من أجل أعماله رضي الله عنه ومن أبرز أعمال أبي بكر بعد إسلامه كذلك، أنه هو أول من خطب باسم الإسلام في مكة. فلما اكتمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 38 رجلا، تأملوا عباد الله، 3 سنوات وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زالوا على 40. فلما بلغوا 38 رجلا قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم بالظهور: أي ينبغي علينا يا رسول الله أن نظهر هذا الدين العظيم وأن نخبر الناس بأمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إنا قليل. فلا يزال أبو بكر يلح على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظهر، أي حتى رضي النبي صلى الله عليه وسلم بفكرة أبي بكر. فخرج نحو 40 رجلا المسلمين ودخلوا المسجد الحرام، والمشركون يومئذ يجلسون في نواحي المسجد في جماعات جماعات وعشائرهم. فدخل 40 رجلا وتفرقوا في المسجد، وقام أبو بكر في ساحة المسجد خطيبا لأول مرة يخطب باسم الإسلام. فكان أول خطيب يخطب باسم الإسلام هو أبو بكر رضي الله عنه، فجعل يخطب في الناس ويبين عقيدة التوحيد ويبين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فقام إليه المشركون وقاموا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نواحي المسجد يعتدون عليهم أشد الاعتداء، وكان الكيل الأكبر لأبي بكر حتى جعلوا يضربونه في نواحي المسجد ويجرجرونه من رجليه ويطؤونه بأقدامهم، حتى جاء عتبة هذا المجرم وجعل يضرب أبا بكر في وجهه بنعلين مخصوفتين، أي فيهما حد كلما ضربه جرحه حتى أغمي عليه رضي الله عنه. فحملوه وجاءت بنو تيم أي قبيلة أبي بكر وحملوا أبا بكر لا يشكون في موته، أي أنه مات من شدة الضرب الذي ضرب أبو بكر رضي الله عنه. فحملوه إلى بيته ورجعوا إلى عتبة ومن معه من المشركين وتوعدوه: إن مات أبو بكر قتلنا عتبة. وظلوا النهار كله يستفيقون أبا بكر ولا يفيق، ولم يتكلم إلا آخر النهار. وكان أول كلمة نطقها أبو بكر: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأرسل أمه وامرأة من المسلمين تبحث خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اعتدى عليه المشركون؟ هل آذوه؟ هل حدث شيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان أبو بكر رضي الله عنه أول خطيب في الإسلام. ومن أعمال أبي بكر البارزة رضي الله عنه كذلك في المدة المكية، على اختلاف بين العلماء في الحدث نفسه، فمنهم من جعله في مرحلة متقدمة ومنهم من جعله في مرحلة متأخرة، وذلك لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يحدث الناس بذلك، فجعلت قريش تعجب من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يكذب، يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الليلة الماضية ورجع، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا. وجعلوا يشيعون
أن محمدا صلى الله عليه وسلم يكذب ويفتري وكذا، حتى أن كثيرا من الناس جاءوا إلى أبي بكر وقالوا له: أعلمت ما قال صاحبك؟ قال: ما قال؟ قالوا: يزعم أنه أسري به من مكة إلى بيت المقدس ورجع في الليلة الماضية، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا. قال: أوقد قال؟ قالوا: نعم. قال: إن كان قد قال فقد صدق. فقالوا: تصدقه في مثل ذلك؟ قال: إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك. كأنه يقول لهم: أيها الجهلاء البعداء، إني أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني أصدقه في خبر السماء بين عشية وضحاها، إنه يخبرنا بأن جبريل قد نزل من السماء العليا في لحظات وأخبره بكذا وكذا، ونصدقه. أفلا نصدقه في أمر مكة إلى بيت المقدس؟ ولذلك تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: فسمي من يومها بالصديق. وكان ذلك سبب تسميته بالصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومواقف أبي بكر رضي الله عنه في الإسلام أكثر من أن تحصى، ولنا معها بإذن الله تعالى وقفات كثيرة، لكننا سنقف على هذا الجزء من سيرته اليوم، ولنا معه وقفات. ونختم الحديث اليوم بوقفات حول هذا الجزء الذي تقدم، أي من جهة أعمال أبي بكر بعد إسلامه، ولنا مع ذلك ثلاث وقفات: الأولى الصديق والدعوة إلى الله عز وجل، الثانية الصديق والمجتمع الإسلامي، الثالثة الصديق والبذل والإنفاق في سبيل الله. فأما الأولى فقد ضرب الصديق رضي الله عنه المثل الأعظم في الانتماء لهذا الدين، فإنه ما إن أسلم حتى علم أن دليل الانتماء لهذا الدين هو حمل هذا الدين. هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل المسلمين. إن المسلم ينبغي له أن يعرف أن من دليل انتمائه إلى الإسلام أن يحمل هذا الإسلام إلى غيره من الناس. هكذا فعل أبو بكر، فبعد إسلامه بساعة واحدة حمل الإسلام إلى الناس. وفيه يقول الله عز وجل، أي في هذا المعنى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا وحدي، أنا ومن اتبعني. هذا هو الإسلام أيها المسلمون، هذا هو الإسلام. ودليل انتماء المسلم للإسلام أن يحمل هذا الدين للناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فخرج أبو بكر يؤدي هذه الرسالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. إن كثيرا من المسلمين لتراه لا ينشغل بأمر الإسلام ولا المسلمين ولا الدعوة إلى الله ولا الأمر بالخير ولا النهي عن الشر، بحجة أنه يصلي ويؤدي ما عليه في المسجد، محافظ على صلاة الجماعة، والدنيا من حوله لا علاقة له بها من جهة دين الإسلام. والله عز وجل أمر المسلمين أن يعلنوا انتماءهم بحمل هذا الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. إن كثيرا منا عباد الله يبلغ الناس لكن لا يبلغهم آية، إنما ربما يبلغهم مباراة أو يبلغهم مسلسلا أو فيلما أو حكاية أو نحو ذلك. إن كثيرا منا عباد الله يجلس الساعات الطويلة يحكي لمن معه الحكايات التافهة، وخير له أن يحمل آية أو حديثا أو قصة
أو موقفا سمعه يوم الجمعة في المسجد. احكي هذا للناس، انقل هذا للناس كما فعل أبو بكر، إنه ما إن علم الخير حتى حمله للغير. أما أن ينقطع المسلم عن دينه بمجرد الخروج من المسجد فهذا ليس انتماء، هذا ليس هو المسلم الذي جاء به، جاء لأجله النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء ليجعله النبي صلى الله عليه وسلم. إن المسلم يعيش حياته كلها على الإسلام، في المسجد، في الشارع، في الوظيفة، في العمل، في كل المعاملات هو يحمل الإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا هو المسلم. أما أن يقول أنا مالي، ولذا هنا يأتي السؤال عباد الله، لقد أسلم أبو بكر وبعد ساعة من إسلامه أسلم على يديه 6 جبال في الإسلام. فليسأل كل واحد منا نفسه، منذ أن وعيت الإسلام كم هديت من الناس؟ كم هدي على يديك منذ أن وعيت الإسلام؟ كم فعلت لنصرة هذا الدين؟ وما أديت لنصرة هذا الدين؟ فإن أبا بكر ما انتظر ساعة واحدة بل حمل هذا الدين إلى الناس على الفور. إن كثيرا منا، بل أقول من المتدينين أصحاب اللحى، يمرون بالمعاصي والذنوب والمنكرات ولا يلتفت ولا ينشغل أن يقول لصاحبها كلمة خير بالمعروف بالحكمة بالموعظة الحسنة، لا، يمر هكذا وكأن الإسلام انتهى بمجرد أن خرج من باب المسجد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن أبا بكر علم الدنيا كيف يكون المسلم وكيف هي شخصية المسلم. وأما الوقفة الثانية فهي أبو بكر والمجتمع الإسلامي. إن أبا بكر رضي الله عنه لما أسلم لم يكتف بالدعوة فحسب، لا، بل يعلم الدنيا والبشرية كيف يكون مجتمع المسلمين، مجتمع التكافل، التراحم، الترابط. فإنه ما إن أسلم حتى انشغل بإخوانه المسلمين، وأكثر من انشغل بالمستضعفين الذين يحتاجون مثله، فهو صاحب المال، أعطاه الله المال فانشغل بالمستضعفين، يبحث عن مشاكلهم ويخرجهم مما هم فيه، بخلاف كثير منا يعيش في مجتمع المسلمين أنا والطوفان، ولو زاد شوية أنا وعيالي والطوفان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت اليوم عافاك الله وابتلى غيرك، لكن الأيام دول والأيام ليست على وتيرة واحدة، فقد ينقلب الأمر فتكون أنت المبتلى، وهذا المستضعف الذي تمر عليه ولا تلتفت إليه قد يكون هو صاحب بعد ذلك القدرة وأنت المستضعف. ولذلك ليس هذا هو مجتمع المسلمين. فإن أبا بكر علمنا كيف يكون المجتمع الإسلامي. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. إننا نرى أخلاقا مهدرة في هذا الباب، إننا نرى أخلاقا ضائعة في هذا الجانب، نسأل الله العفو والعافية. لقد علم أبو بكر الدنيا كيف يعيش المسلم بين إخوانه المسلمين، وأن المسلم لا يعيش لنفسه أنا وبس، أنا آكل واشرب وعيش أنا وعيالي، ولا يلتفت إلى غيره. ولا أقصد أمر الإنفاق فحسب، وإلا سيأتي عليه الكلام، إنما أقصد عموما المستضعف، المريض، صاحب المشكلة، صاحب الشكوى، صاحب الحاجة. أبو بكر يعلم البشرية أن المسلم جسد واحد مع أخيه المسلم. وأما الوقفة الثالثة والأخيرة مع الصديق، الصديق
والبذل والإنفاق في سبيل الله. إن أبا بكر رضي الله عنه علم البشرية كيف يكون الغني المسلم. إنه لم يكنز ماله ولا يلتفت إلى غيره من المسلمين، لا بل أنفق ماله رحمة بالمسلمين. وهنا ربما يقول قائل: هو أنا همشي بقى أصرف فلوسي على الناس الغلابة ونحو ذلك؟ هذا أمر يحتاج إلى حديث طويل، لكن في جملة نقول لك: الأيام دول، ودوام الحال من المحال. أنت اليوم غني، غدا ربما تكون فقيرا. أنت اليوم عندك خضرة من المال وتبخل ولا تلتفت إلى الضعفاء والفقراء والمساكين، غدا ربما تدور الدائرة عليك فتندم عند ذلك ندما عظيما، وتقول: يا ليتني أنفقت، يا ليتني رحمت هؤلاء. ولذا أبو بكر علم البشرية كلها كيف يكون المسلم الغني، فدخل مع الله في تجارة لا تبور أبدا. يقول الله عز وجل: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور، لن تبور في الدنيا فضلا عن الآخرة. وكفى أبا بكر رضي الله عنه ثناء ربه عليه وثناء رسوله عليه، فضلا عما جعل الله له من الأجر والثواب. قال الله عز وجل في شأن أبي بكر بعد الآيات التي تحدثت عن النار، قال: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ما كان أحد من الناس له نعمة على أبي بكر، كان أبو بكر له يد على كل الناس حتى الأشراف من أهل مكة، ما كان حد منهم له يد على أبي بكر، ومع ذلك كان ينفق، لا يريد مصلحة من الناس، إنما يريد وجه الله. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضاه. وقد أرضاه الله ورضي عنه، فرضي الله عن أبي بكر الصديق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد كما نفعني مال أبي بكر. وقال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. فاللهم ارض عن أبي بكر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.